فتحي مبروك أحد حبات الذهب في عقد الكرة المصرية. ولد في 5 يوليو 1951 وانضم مبروك إلى النادي الأهلي في سن 9 من عمره. بعدها أصبح أحد نجوم الفريق الأول في مركز المدافع الأيسر، وحقق مع الشياطين الحمر 8 بطولات دوري عام وبطولتين لكأس مصر. وعلى الصعيد الدولي شارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1980 مع المنتخب المصري، واعتزل مبروك الكرة عام 1981 ليتجه للتدريب. وكان النجم الخلوق أحد كتيبة الجنرال محمود الجهري التي قادت الفراعنة لتحقيق حلم التأهل للمونديال في إيطاليا عام 1990، وكذلك تحقيق لقب أمم أفريقيا ببوركينا فاسو 1998. تولى تدريب النادي الأهلي في مايو 2015 خلفاً للمدير الفني الأسباني المقال خوان كارلوس جاريدو. وكانت بدايته مع الفريق جيدة ونجح في حصد درع الدوري، كما قاد الفريق الأحمر للتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية 2015، إلا أن نتائج الفريق تراجعت بعد ذلك ليخسر نهائي كأس مصر 2015 أمام الزمالك 2-0، قبل أن يودع بعدها بأيام بطولة الكونفدرالية بالخسارة من أورلاندو بايرتس. واجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل طارئ يوم 5 أكتوبر 2015 ليقرر توجيه الشكر للمدير الفني المخضرم، وانهالت العروض على مبروك بعد الرحيل عن الأهلي، ليتعاقد اتحاد الشرطة معه في نوفمبر 2015 لقيادة الفريق خلفاً لخالد القماش المقال، قبل أن يترك فريق الشرطة الذي عانى الأمرين بسبب ضعف الإمكانيات والتفريط في لاعبيه الأساسيين. ضيفنا النهاردة كابتن فتحي مبروك، نجم طبعا النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، اللي وصل مع كابتن محمود الجوهري لكأس العالم 90، ومن ساعتها عمالين يعني ندعي ونقول يا رب إن احنا نوصل تاني لكأس العالم. ولفت انتباهي في التقرير لنقطة مهمة جدا، تقرير بيقول إن الكابتن فتحي مبروك دخل النادي الأهلي وهو عنده 9 سنين. فدي اللي هبدأ أول سؤال مع كابتن فتحي مبروك بصراحة بيه في البداية. طبعا ازيك يا كابتن فتحي؟ اهلا، ازيك كريم وكل سنه طيب. الله يخليك. ومبروك طبعا عوده القناه لطبيعتها الجميله. الله يخليك. وبرنامج طبعا كره كل يوم. الله يخليك كابتن. وانا شاكر جدا ان انتوا استدعيتوني. ده شرف لينا. لا ربنا يخليك. احنا بنتمسح فيك كده عشان كاس العالم. ازيك يا كابتن فتحي؟ ربنا يخليك كريم. الحمد لله. دخلت الاهلي وانت عندك 9 سنين؟ وانا عندي 9 سنين. ازاي بقى؟ انا يعني بص، انا طبيعتي الحمد لله، يمكن والدي كان شغال في النادي الاهلي، كان مدرب تنس، وكنت بروح النادي. عشان كده بتلعب تنس كتير بقى. انا بلعب تنس كامل. انا قبل ما اجي على البرنامج كنت بلعب تنس. والله. والله. يعني والد حد، انا معلومه دي اول مره اعرفها. انا بعشق التنس حتى وانا بلعب، وكنت في عز لعبي الفتره الراحه السلبيه اللي كانت اللعيبه تاخدها ما اخدهاش. كنت اروح العب تنس، العب راكت، العب حاجات دايما. عشان والدك كان مدرب تنس. عشان كان والدي مدرب، وبعشق هذه اللعبه لحد دلوقتي بلعب الحمد لله. فطبعا يمكن الامور كانت متسهله لي قوي ان انا كنت بروح النادي كل يوم. ايوه. فجاه كده قلت ايه، طب ما انا بلعب كوره في الشارع وبلعب كوره في المدرسه وزي العفريت بره، طب ما انا اروح اجرب حظي. والله بجد من غير ما والدي يعرف. بس انت بدات تنس في الاهلي؟ لا، ولا كوره اول كرة. حاجه كوره. لا كوره. فقلت اروح اجرب. رحت، كان اياميه الكابتن مصطفى حسين والكابتن همام الله يرحمه كانوا مسؤولين عن قطاع الاختبارات والحاجات. رحت لقيت الكابتن مصطفى حسين بيقول لي يا ابني انت فرود. قلت له انا بحب العب، هاجم اجيب جوال. قال لي لا، انت طبيعتك كده وروحك وي تلعب ورا. فخلاص من ساعتها استمريت ورا، ومن ساعتها بقى من وانا عندي 9 سنين. جسم كابتن فتحي مش جسم مدافع قوي يعني. لا ده انا كنت والله مش عايز اقول لك. سيبك من دلوقتي، انا كنت قوي جدا. والله. جدا انا كنت قوي الحمد لله. ومش شرط ان الانسان كان على طول القامه يعني. مش شرط. مش شرط يعني. ما مارادونا كان قصير بس قوي. يعني لا مش قصدي القوه، انا قصدي دايما مدافع عارفين ان المدافع دايما يبقى جسمه طويل وبيلعب بدماغه والكلام ده. مش شرط. مش شرط. مش شرط. ممكن يكون واحد طويل بس يبقى عنده في غشيم شويه. ولكن انا الحمد لله يمكن كان عندي ميزه توقع كويس جدا، عندي ميزه تخطيط كويس جدا، عندي ميزه الروح القتاليه العاليه. يمكن بدليل زي ما قلت لك كابتن مصطفى حسين لما اختارني قال لي لا ده انت تلعب في الدفاع احسن. ايوه. طيب كابتن فتحي مبروك مرتبط بالنادي الاهلي وهو عنده 9 سنين، وشفنا كابتن فتحي مبروك يعني بيمسك النادي الاهلي كمدير فني الفريق الاول، بيمسك فريق الشباب وبيطلع اجيال.
يعني كابتن فتحي مبروك حبه للنادي الاهلي ووجوده في النادي الاهلي مش مرتبط بالاضواء والشهره، ومش مرتبط دايما ان انت تكون مدير فني. هو مظبوط، انا يمكن الفترتين ثلاثه اللي انا اخترت فيهم مدير فني للفريق الاول بناء على يمكن مجلس اداره الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب ما كانوا موجودين سنه 2003 ساعه اوليفيرا ما كان موجود والنادي الاهلي خسر بطوله الدوري من انبي. استدعوني وقالوا لي انت هتشتغل فتره مؤقته، ورحبت لاني انا ابني من ابناء النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي وحياتي حياتي في النادي الاهلي، فما يجي النادي الاهلي يطلب مني اي شيء يا كابتن كريم لازم البي. قلت لهم خلاص يا جماعه انا الحمد لله انا ما عنديش مشكله وهشتغل فترة مؤقتة لحد ما يجيب مدير فني أجنبي. والحمد لله اشتغلت في هذه الفترة وخدت يمكن كأس مصر في هذه الفترة الحمد لله. أيوه، ما دي فترة حركة، احنا اهو جايبين لقطات لحركة وفي أثناء قيادتك للفريق الأول في النادي الأهلي. بس دايما يا كابتن فتحي ما تزعلش مني، النادي الأهلي دايما بيجيب فتحي مبروك لما بيكون بيمشي مدرب، ودايما فترة كابتن فتحي مبروك مؤقتة بعد ازمات بيتعرض ليها النادي الاهلي، لكن مفيش مره تفكير ان فتحي مبروك يجي ويشتغل من اول الموسم ويجيب اللعيبه اللي هو عايزها ويتعامل كاي مدرب النادي الاهلي بيتعاقد معاه. ايه السبب في الحته ما اعرفش بقى عرف يعني بقى عرف ان يقول لك ان فتحي راجل بتاع ازمات، فتحي مؤقتا بقى عرف، ولكن انا ما خدتش فرصتي في النادي الاهلي، ما خدتش فرصتي مثلا سيزون او اتنين سيزون بالزبط. ما خدتش فرصتي بصراحه يعني. يعني انت حضرتك ما اشتغلتش مثلا مره من اول الموسم؟ لا 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 ابدا، دايما في نص دايما في نص الموسم ما يحصل ازمه، دايما ما يحصل ازمه او ان نتائج مدير فني اجنبي تبقى النتائج سلبيه او وحشه او الجمهور غير راضي عن النتائج. هاتوا فتحي مبروك، هاتوا فتحي دي ما بتزعلكش بصراحه؟ لا يعني ما بزعلش، يعني ما بزعلش لان زي ما قلت لك النادي الاهلي انا بعشقه وبحبه ودائما احترم اي قرار مجلس اداره سواء ادام متفق معايا ان انت هتشتغل فتره مؤقته خلاص. ولكن اذا بقى دوع ان انا مثلا هعمل عقد سنه والكلام ده، عمري ما عملت عقود وعمري ما اتكلمت في عقود وحاجات من دي، ولكن انا بشتغل يعني الحمد لله وبشتغل بما يرضي الله، والحمد لله الفترات اللي اشتغلت فيها خدت بطولات يعني الحمد لله. التجربه الاخيره لكابتن فتحي مبروك كمدير فني النادي الاهلي، حضرتك خدت الدوري وبعدين بدات الكونفدراليه وخسرت الكاس من الزمالك وبعدين خسرت الكونفدراليه، وكان رحيلك من النادي الاهلي من خلال يعني ايه اول مره نشوفها ان حضرتك كنت زعلان من بعض اللاعبين. هو بص يا كريم انا يمكن زعلان ماتش اورلاندو اللي انا خسرته في السويس، في السويس ده حاجه يعني منطق غريب عمرها ما حصلت للنادي الاهلي يكون ليدنج والنادي الاهلي متقدم والنادي الاهلي ماشي كويس جدا وتيجي بتحصل حاجات غريب. يعني انا حتى بقيت بضرب كف على كف في ذهول، ذهول لفرقه النادي الاهلي ازاي تخسر وهي كسبانه وهي حسيت ان في حاجه مش طبيعيه، مش حاجه طبيعيه، ما انت عارف برضو ممكن حضرتك قلت ساعتها كده ان في حاجه مش طبيعيه. لا لا انا ما قلتش عشان برضو الناس ما تفتكرش ان انا بقول ان كان برضو ما تزعلش مني يعني معلش، يعني كان في اتهامات لبعض اللاعبين كانوا ما كانوش بيلعبوا بالجديه الكامله مني انا اتقال كده. لا سيبك من اللي اتقال وسيبك من الكلام، بص اكتر حاجه ضرتني على فكره كريم انا بتكلم يعني بشفافيه كده وبصراحه، اكتر حاجه ضرتني التصريحات اللي بتطلع مش مني. في تصريحات كتير قوي، اما برضو بعديه على طول مباشره جه تصريح في احد المواقع قال لك ان فتحي مبروك صرح ان في مؤامره من اللعيبه عليه. ايوه وعمري ما صرحت ده اتقال الكلام ده ما اتقالش، ما اتقالش مني انا. ولكن بس حضرتك اوحيت بكده ان حضرتك لسه دلوقتي بتقول لي كان في حاجات غريبه يوم الماتش ده، في حاجات غريبه ان الغلطات غريبه يعني في حاجات غريبه يمكن مش عايز اقول لك غلطات في خط الدفاع حاجه يعني بقول لك تحسسك ان انت خط الدفاع تعليم لسه بيتعلمه، ودول لعيبه الاهلي ولعيبه المنتخب طبعا ولعيبه منتخب يعني حاجات بقول لك غريبه اليوم ده حصلت. انا بقول لك انا بقيت استغرب استغرب ان انا ابقى ماشي كويس وكسبان والفرقه كويسه جدا جدا وماشيين كويس وتخسر بس كان في تاكيدات ساعتها من الاداره ان كابتن فتحي مبروك مكمل. بص انا يعني مش عايز اقول لك انا عرفت عرفت قبليها او نفس اليوم ان انا همشي من ال يعني مش حضرتك اللي مشيت، الاداره اللي ماشيه حضرتك الاداره مشيت رغم ان كان في تاكيدات ان كابتن فتحي مبروك لا 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 الاداره اللي مشيتني وانا وانا عرفت قلت لك من بره النادي يعني يعني من بره النادي عرفت. ولو كنت كسبت اورلاندو كنت هستمر؟ كنت هتستمر طبعا، يعني ماتش الخساره ده اللي خلى حضرتك ما تكملش. زعلت من بعض اللعيبه؟ هو انا زعلت من بعض اللعيبه لان البطوله دي كانت سهله يعني البطوله دي كانت سهله النادي الاهلي ياخدها المره الثانيه، المره الاولانيه خدها، المره الثانيه كان النادي الاهلي ياخدها وكانت فعلا كان النادي الاهلي يستحق هذه البطوله لان لعبت ماتشات صعبه قوي
النجم الساحلي والافريقي التونسي ولعبنا ماتشات كويسه جدا. ايوه وسي سبورت يعني لعبنا ماتشات قويه ووصلنا للدور ده. وانا زعلت فعلا زعلت جدا ان احنا خسرنا وخسرنا في السويس وخسرنا بالنتيجه دي يعني. طيب جه بعد حضرتك باثنين مدربين اجانب بيسيرو ومارتن يول. مارتن يول ايه رايك في الفتره دي رغم ان برضه في النهايه بيسيرو ما كملش كتير وما كانش احنا كلنا ما كناش معجبين بطريقه ادائه مع النادي الاهلي، ومارتن يول خد الدوري بس برضه ما يعني كان الامور صعبه ما كانش هو اداء النادي الاهلي برضه. لا بص يعني اولا بيسيرو جه وقبل ما يجي كان في حرب جامده قوي عليه يعني قبل ما ينزل حتى يحط رجله في مصر ابتدت الحرب عليه ان هو راجل مدرب كذا ومدرب كذا وكان مش عارف ايه وعمل ايه وايه وايه وحاجات من دي. ولكن النتائج برضو خلي بالك ما بتساعدش يعني النتائج ما بتساعدش. ايوه وجماهير الاهلي غير راضيه، الاعلام غير راضي عن ادائه وغير راضي عن كابتن كان بيلاعب لعيبه في اماكن غريبه. ما انا بقول لك غير راضي عن الكوتشنج بتاعه فطبعا بالزبط. بتؤدي الى ان انت النهارده بتقول له شكرا. جه مارتن بس هو اللي مشي راح بورتو هو اللي مشي بس هو كان برضو في احساس انه هيمشي. ايوه يعني برضو هو سبق يعني هو برضو ايه عنده ذكاء حس باللي حواليه وحس بالجو العام وحس بالجماهير وحس بنبض الاعلام ان هو مش مهيئ قوي ان هو يستمر فهو قال لك خد القرار انا احسن. مارتن يول برضو زي ما انت قلت خد الدوري. أيوة. ولكن برضو خسر بطولتين يعني خسر بطولتين وكان مهيئ بنسبه 99% انه هيمشي. كان مهيئ والجماهير ما كانتش راضيه لا عن اداء ولا عن نتائج وكل هذه الامور بالظبط. تقييمك ايه لفتره الاثنين مدربين الاجانب يعني تقول عليهم لا إيه لا هم مروا في تاريخ النادي الاهلي؟ لا انا بقول تجربه مش حلوه يعني مش حلوه قوي والجماهير زي ما قلت لك غير راضيه. الاداء نفسه كان اداء النادي الاهلي بيبقى احسن من كده بكتير. في حاجات كتير قوي كانت بتحصل غريبه يعني تشكيلات غريبه ساعات تغييرات غريبه. أي. يعني في فكر مدرب اجنبي او مدير فني اجنبي تحس انه عنده فكر يقلب لك نتيجه ماتش يقلب لك كام ماتش. لا انا كنت حاسس ان دايما التغييرات يطلع راس حربه ينزل راس حربه يطلع باك رايت ينزل باك رايت تقليديه يعني بدون فكر يعني انا مارتن يول كان كده. يعني مارتن يول انا اول ما زعلش مني يا كابتن فتحي لما كنت بتشوفه مارتن يول اسم كبير موجود وكل حاجه في النادي الاهلي لكن كان بياخد 200,000 دولار في الشهر. كنتوا بتتحسروا على نفسكم كابناء النادي الاهلي ولا ما بتبصوش للحته دي؟ ما بنبصش للحته دي. انا عمري كان رقم مبالغ فيه بشكل كبير. والله يا كريم انا عمري يعني رفع سعر المدربين في مصر الاجانب بشكل كبير جدا ما كناش نتوقع ان مدرب ياخد 2-3 مليون جنيه في السنه عمري في الشهر. عمري ما بصيت لحاجه زي كده. يعني عمري بصيت ده بياخد كام ولا ده بياخد كام ولا حتى المدير الفني المصري ولا عمري اسال. لا في النادي ده بياخد كذا ولا عمري ما اسال. يعني انا بشتغل الحمد لله وببقى مقتنع جدا بربنا بيقسمه لي. ايوه ولكن عمري ما فكرت مارتن يول بياخد كام والكلام ده ولكن الناس هي اللي كانت بتتداول هذا الكلام. يقول لك ازاي ده ياخد 200,000 دولار ازاي ده يكلف النادي واحنا مش لاقيين وعندنا المدربين المصريين وعندنا 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 ومفيش بصمات اتحطت في الفرقه. فده اللي كان مزعل الناس والجماهير حتى اعضاء النادي الاهلي. اعضاء النادي الاهلي كنت استشف كده منهم. ايوه اني زعلانين جدا جدا من اداره النادي ان هي بتدي هذا المبلغ. طيب كابتن فتحي مبروك يعني كابتن حسام البدري تولى النادي الاهلي. ايه رايك في الاهلي خلال 7 ماتشات؟ الاهلي كسب 5 ماتشات في البدايه وتعادل ماتشين مع بتروجيت والاتحاد وباداء كويس يعني كان الاهلي برده مش موفق في الماتشين. لا بص اداء النادي الاهلي يعني انا شايف اداء النادي الاهلي بيتقدم بدليل تجربه ماتش الاتحاد بالرغم من النتيجه طلعت 2-2 ولكن تعالى بص على النص ساعه الاولانيه في اداء النادي الاهلي اداء راقي من كله بقى. أيوة. سواء دفاعيا او هجوميا اداء كويس جدا. لعيبه عندها رغبه في تحركات كويسه جدا من اللعيبه. في يعني في روح عاليه قوي في اداء في ضغط في بريشر على الخصم من نص ملعبه. أيوة. وتحركات كويسه بدليل ان النادي الاهلي وصل لمرمى الاتحاد كتير قوي ضاع فرص كتير قوي وحتى ضربتي الجزاء ضاع يعني في تطور في اداء النادي الاهلي مع الكابتن حسام البدري. في تطور ما نقدرش نقول لا في تطور. في تطور في اداء النادي وزي ما قلت لك اللعيبه ما بيبقى عندها الرغبه بتفرق قوي. ايوه اللعيبه ما بتبقى النهارده خسرانه ببطولات وعايزه تعوض بيبقى عندها رغبه عاليه قوي. في ظل دلوقتي طبعا انت عارف لما بيجي دايما مدير فني بيجي جديد اللعيبه بتبقى عايزه تثبت ذاتها وكيانها. أيوة. عشان تبقى دايما في التشكيله الاساسيه. عايز اسالك على بعض اللعيبه في النادي الاهلي يا كابتن فتحي وهبدا باللعيبه الكبار يعني حسام غالي
مع النادي الاهلي، ايه رايك في الفتره الحاليه بالنسبه لحسام، وان عقده هيخلص بنهايه الموسم الحالي، في كلام داخل النادي الاهلي هيتم التجديد ليه؟ حسام، بص حسام بالرغم من اي حاجه حسام من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر. ليه؟ يعني بص، اولا فنيا لعيب مستوى ارتقى جدا. أيوة. لعيب بقى عنده خبره كويسه جدا. شخصيته قياديه، بالرغم من الناس تقول لك ده عصبي و و وكلام من ده، ولكن شخصيته قياديه داخل الملعب. بقى عنده النهارده ما بيلعبش الجيم اللي هو الديفندر الدفاعي اللي هو خلاص بقى معروف محدود في حته معينه. لا، النهارده حسام بقى بيقدر يهاجم، بيقدر النهارده حتى في الكور الثابته بيتحرك، بيحضر في الكور متحركه بتبقى ايه داخل ال 18. فانا شايف ان حسام لعيب مستوى هايل بصراحه. عدم اختياره في المنتخب شايف انه صح ولا؟ بص، اللعيبه اللي في المنتخب يعني تتفوق على حسام غالي في الفتره هي مش تفوق، هي وجهه نظر. اولا احترم وجهه نظر اي مدير فني، مستر كوبر وجهازه المعاون. ولكن ما بتيجي تحط لعيب بتدرس الشخصيه، هل النهارده الشخصيه هيبقى في ارتياح النهارده لو قعد احتياطي؟ افرض النهارده عندك النني، انت اخترت النني واخترت مثلا طارق حامد جنبه، طارق حامد موجود جنبه، الاثنين ديفندرز وسط ملعب. هنا هتلاقي وفي ابراهيم صلاح هتلاقي حسام، لان حسام طبعا كابتن منتخب وحسام خبرته كويسه جدا، التأثير النفسي عليه والشكل العام هتلاقي حسام متضايق. هل النهارده التأثير ده هيوصل للجهاز الفني؟ يبقى الجهاز الفني بيبص بملحوظه او بيبص لوجهه نظر ان انا لا اخلي اللي موجود دايما في اطار معسكر المنتخب، يبقى اللعيبه كلها عندها ارتياح، سواء انت قعدت احتياطي سواء قعدت بره التشكيل، لازم يبقى فيه ارتياح نفسي داخل اللعيبه وداخل الجهاز. فانا بقول في حاجات كتير قوي بتحصل زي كده، واللمسات دي لازم اي مدير فني لازم يستوعبها ولازم يبقى يعني شايف ان حسام غالي رغم ان هو 36 سنه مثلا في السن دلوقتي، لكن هو مفيد للنادي الاهلي في الفتره الحاليه، ومفيد للمنتخب. يعني شايف ان ليه دور في المنتخب، ومفيد للمنتخب عشان تبقى عارف يعني. لان خبرته كويسه زي ما قلت لك، قياده كويسه جدا داخل الملعب. اصبح كمان من عنده فنيات دلوقتي، ليه رؤيه حلوه قوي في الملعب. يعني حسام ليه رؤيه في الملعب، بيأدي دور كمان هجومي كويس جدا دلوقتي. شريف اكرامي وعودته لحراسه مرمى النادي الاهلي بعد فتره تذبذب في المستوى، هبوط في المستوى، وبرضه تعرف شريف من الحراس الكبار جدا، فشريف رجع السنه دي في بدايه الموسم بشكل كويس قوي، وحسينا ان كابتن حسام بدري يعني وقف جنب شريف واصر ان شريف يكون او يرجع تاني يكون الحارس الاول للنادي الاهلي. هو شريف الحارس الاول يعني من غير قعد فتره كده، لا من غير كلام. هو حصل دروب في ماتش في افريقيا، مش فاكر ماتش ايه اللي حصل، الكره دخلت ماتش اسك اعتقد اسك، والناس ابتدت تبقى متضايقه شويه من شريف او مزمزقه شويه، وشريف ومستواه ومش مستواه. غصب عن اي لعيب لما يحس ان الجماهير ويحس ان الناس والفيسبوك والكلام الكتير ده بيتاثر نفسيا، فالهزه النفسيه دي بتاثر على المستوى الفني. فالمستوى الفني كان لشريف في هذه الفتره نزل شويه، ودي اي لعيب لازم يمر بالحته دي، ولكن شريف لانه خبرته كويسه، كابتن فرقه، رجع لمستواه بقى هايل الفتره الاخيره والماتشات الاخيره، بقى هايل بدليل انضمامه كمان لمنتخب مصر، وممكن يبقى مرشح. عمل ماتشات كويسه كمان مع الاهلي الفتره اللي فاتت. ما انا بقول لك الفتره الاخيره هايل يعني بصراحه. يعني اعتقد ان كابتن حسام بدري اشتغل مع شريف اكرامي او اشتغل على شريف اكرامي شكل كويس قوي. ما هو بص، اللعيب طالما هيخرج من الحاله النفسيه، وزي ما قلت لك شريف خبرته كويسه وهو اصلا جول كويس، لازم يرجع لمستواه، ورجع لمستواه الطبيعي وبقى احسن يعني. طبعا مع مساعده الكابتن حسام البدري والكابتن طارق سليمان، ان شريف يبقى برضه نمره واحد. ودي مهمه جدا ان شريف نمره واحد، خلاص رجعه لوضعه الطبيعي. طيب هرجع لكابتن فتحي مبروك للاعيبه الاجانب في الاهلي، علي معلول، جون انطوي، جونيور اجايي اللاعب الجديد، وشايفين كابتن حسام البدري بقى له ماتشين مثبت جونيور اجايي، وخلاص بدا يبعد عن انطوي ومتعب وعمرو جمال. ايه الاسباب من وجهه نظر؟ شايف ان مفيش حد لغايه دلوقتي اقنع كابتن حسام بدري من المهاجمين ان هو يبقى لعيب اساسي في النادي الاهلي؟ لا هو بص، يعني دايما المدير الفني بيبص بمنظور انا الافياد لايه؟ ايوه، اللي هيفيد فرقتي ايه؟ الشغل اللي انا بعمله او الاسلوب اللي انا بعمله او التكتيك اللي انا بعمله، مين الاميز؟
مين الاميز؟ مين الاصلح لتنفيذ الفكره؟ من خلال الوحده التدريبيه النهارده بيستشير في الكابتن حسام البدري، من خلال النهارده الماتشات اللي بياخدها اجاي النهارده الكابتن حسام بيستشير، هل النهارده العنصر ده يصبح اساسي ولا ما يصبحش اساسي؟ ايوه. فالولد انا شايفه كويس، يعني كورته حتى حلوه. تتكلم عن اجاي؟ اجاي ما بيخسرش الكره بسهوله. ايوه يعني ممكن، بس بحس ان هو مش مهاجم صريح رغم انه بيجيب اهداف. هو بعيد عن ال 18 يعني بعيد عن ال 18 لسه طبعا، حته ال 18 دي المفروض بس موظفه كابتن حسام وبدا يجيب جوال في الحته دي، المفروض بقى يبقى داخل ال 18 لان برده هو الولد مهاري. يعني مهاري يقدر في حاجات صغيره يقدر يجيب لك جوال، ولكن الفتره اللي لعبها او الماتشين اللي لعبهم تحس ان هو بره الصندوق. ايوه يتحس ان هو بره الصندوق، ولكن انا شايف انه لعيب كويس، عنده فكر كويس ودي مهمه جدا، يعني عنده فكر كويس. جون انطوي طبعا يمكن برضه من اللعيبه الكويسه، ولكن جون يمكن برضه محتاج وقت، محتاج وقت عشان يخش في الفورمه ويخش في التجانس. اجاي كتير يا كابتن، اجاي بقى دخل في تجانس تاني موسم ده الانطوي مع الاهلي، بس اجاي دخل في تجانس اسرع تخيل. يعني بص الماتشين اللي لعبهم دخل في تجانس اسرع، عينه لسه ما بقالوش شهر ونص. ما هو ده ذكاء لعيب، ذكاء لعيب ان يبقى في تجانس، يعني مع عبد الله السعيد، مع وليد، مع مؤمن، تحس ان في حاجات بيعملها في هارموني طبعا. وهنا بقى الريتم كمان، الولد بيأدي ريتم كويس، ريتم فرقه. يعني الكابتن حسام ما بيطلب الريتم السريع، الوان تاتش والحاجات الصغيره اللي هي قدام ال 18 الولد بيعملها، في واحد تاني بيمسك الكوره ويقعد يلف ويدور فطبعا هو انا شايف ان هو الكابتن حسام يمكن برضو الولد مميز بالنسبه له في الحته دي. يعني شايف ان جونيور اجايي ثبت نفسه وبدا كابتن حسام البدري يقتنع بوجوده على حساب انطوي ومتعب ومروان محسن مصاب وعمرو جمال. هو طبعا خلاص، ما انا بقول لك طالما المدير الفني شايف ان ده الاصلح، الاصلح لفرقته والاصلح للهرموني اللي قدام بالذات أجاي. طيب متعب مستقبله ايه من وجهه نظر كابتن فتحي مبروك مع النادي الاهلي؟ بص انا عماد من اللعيبه الكويسه جدا، عماد من نوعيات اللعيبه اللي هو لازم نفسيا تبقى مؤهله نفسيا. والولد لما بينزل حتى لو بينزل 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، عماد بيبدع. عماد عنده ميزه مش عند حد، حب جماهير النادي الاهلي لعماد متعب. ودي ميزه كويسه جدا. عماد لما بينزل وبيجيب جول في دقيقة الجماهير كلها بتعشق عماد متعب. فعماد الفترة دي بيمر، أنا شايف بيمر بحالة نفسية طبعا، يمكن عشان بعيدا عن الماتشات، يمكن السبع تمن ماتشات اللي لعبه ما تحطش. فعماد يا إما لازم يصبر ويبقى تحت أمر الكابتن حسام، تحت أمر الفرقة. الكابتن حسام هيجد الوقت المناسب ان يديله، هيديله، مفيش أي مشاكل. تجديد بقى العقد والكلام اللي طالع ده، أنا شايف إن برضه بس كابتن برضه لما يكون في لعيب 8 ماتشات ما بيلعبش، يعني لغايه دلوقتي 7 ماتشات وبكره بره قائمه طنطا، برضه دي بتبقى صعبه على اللعيب، بيحس ان المدرب خلاص مش محتاجه او مش عايزه. مش شرط 8 ماتشات يا كابتن، مش شرط واحد بحجم عماد متعب برضه، ما دي مش شرط بتبقى بتزعل. والله العظيم مش شرط. هيحتاجه، بس زي ما قلت لك، هو عماد لازم يبقى صبور جدا في الحته دي، ما يزهقش، يعني ما يزهقش. لان عماد انا شايف ان هو برضو النادي الاهلي بالنسبه له افضل بكثير. ان انت لو تنصح عماد متعب يكمل مع النادي الاهلي موسم كمان، ولا يشوف عرض خارجي، ولا يكمل مع النادي يبطل، ولا لا يكمل مع النادي، يكمل رغم عدم مشاركته لغايه دلوقتي، يكمل مع النادي؟ لان هو دائما الارتياح النفسي مع لعيبه النادي الاهلي بتفرق قوي لعماد. عماد لو راح في جو غريب او دخل في منظومه ثانيه ممكن. طيب عايز انتقل معاك للزمالك، مش شرط بقى ان كابتن فتحي مبروك راجل اهلاوي يبقى ما نتكلمش على الزمالك. ايه رايك في الزمالك؟ بص الزمالك طبعا بعد خساره البطوله الافريقيه طبعا، يمكن كان في هزه جامده قوي في الفرقه، يعني هزه جامده قوي في الفرقه. الزمالك طبعا ما كملش مبارياته، لعب ماتشين لحد دلوقتي في بطولات الدوري، ولكن انا شايف ان فرقه الزمالك بتتمتع بقدر كبير من اللاعبين كويسين جدا، في وفرة لعيبة كويس جدا ومهاريين، وكل واحد عنده دور، وكل كتير جدا. ولكن دي اللي بتنقص نادي الزمالك، جمعية الأداء هي دي مهمة. يعني جمعية الأداء فرقة نادي الزمالك، لو في جمعية أداء وفي شكل كده وفي يدشدشوا أي حد، اللعيبة بتلعب كلها باسم نادي الزمالك ولمصلحة فرقة نادي الزمالك مش لمصلحة نفسه، هتلاقي الفرقة بقت كويسة جدا،
هتلاقي الفرقه بقت منضبطه جدا في الملعب، هتلاقي الفرقه بقت كويسه جدا، هتلاقي الفرقه ايضا بقت خلاص بقى ليها شكل وليها اداء. ما اعتمدش النهارده على لعيب، يعني ما اعتمدش على لعيب بعينه النهارده. سي من الناس ان عايز يمسك الكره ويفوت ويرقص هو عايز يعمل شغل نفسه. لا، فرقه الزمالك بقول لك فيها فرقه كويسه جدا جدا، ولعيبه على مستوى عالي، لعيبه على مستوى عالي جدا. ودي يمكن مهمه الكابتن مؤمن سلمان الفتره القادمه، ان هو لازم يعيش اللعيبه في منطوقه الكره الجماعيه. الزمالك كان يستحق الفوز بالبطوله الافريقيه ولا سان داونز يا كابتن فتحي؟ لا، هي الماتش الاولاني صعب على الزمالك المهم. صعب على الزمالك المهم، خلينا واقعيين برضو، 3-0 كتيره. انت بتلعب مع فرقه كويسه، مدير فني النهارده جاي راسم اسلوبه وتكتيكه. النهارده كسبان 3، يعني كسبان 3، مش النهارده ما بلعبش على طرف واحد نادي الزمالك، لا انا بلعب خصم. خصم كسبان 3، خصم عنده لعيبه كويسه، مدرب عنده فكر. فالامور دي كانت متصعبه من اول المباراه بصراحه، يعني كنت انا حاسس المباراه صعبه، ولكن كنا بنتمنى ان الزمالك يكسب هذه البطوله. الدوري السنه دي زمالك واهلي او اهلي وزمالك، ولا في فرق ممكن تخش في الصراع؟ وشايفين مصر المقاصه متصدر، نادي سموحه ماشي كويس، يعني في بعض الفرق اللي بتقرب شويه من الاهلي والزمالك. بص، هو ده الاهلي والزمالك، ويليهم بقى المقاصه، الاتحاد، سموحه، يعني خلينا واقعيين. يعني خلينا واقعيين، قبل كده ما هو الدوري اشتغل قبل كده وكانت نفس الكلام. والداخليه لو تفتكر في سنه من السنين كان اول الدوري، وبرده الاهلي والزمالك كان بيتاجل له ماتشات. فاول ما الماتشات لعبوها يعني هيفضل طول عمرنا في مصر كده اهلي وزمالك فقط. يعني بقى لنا مثلا 16 سنه من ساعه ما اخر مره الاسماعيلي خد الدوري، مفيش حد غير الاهلي والزمالك اللي خد الدوري. انديه بطولات. يعني النهارده النادي الاهلي ما بيخسر بطوله الدنيا بتقلب. النادي الاهلي النهارده بيشيل مدير يعني فني. شفنا في انجلترا مثلا ليستر سيتي كسب الدوري، اتلتيكو مدريد الدوري في اسبانيا. مش شرط ان ريال مدريد وبرشلونه. انا قلت لك دايما المحصله، المحصله بتاتي من جهاز فني ولاعيبه، اداره نادي، اللعيبه عندها طموح بطوله. في لعيب عنده طموح بطوله، يعني لعيبه الاهلي والزمالك متعودين على بطولات، فعنده طموح البطوله دايما، لان لو خسر بطوله الناس هتعرف. أيوة. الناس والاعلام هيذبحوهم. ولكن الانديه الثانيه بتسعى ان تاخد بطوله. طب مين احسن فرقه بعد الاهلي والزمالك لغايه دلوقتي من وجهه نظر كابتن فتحي مبروك، اللي اقنعوك واللي انت معجب بادائه؟ انا شايف بصراحه، يعني شايف المقص، المصري كويس. يعني المصري كويس، وسموحه برضو كويس. سموحه يعني مش عايز اقول لك، سموحه عنده كم من اللعيبه دوليين كلهم. ايوه، كم من اللعيبه لو دوليين حقيقي. يعني ندمت على تجربه اتحاد الشرطه السنه اللي فاتت؟ بص، انا ندمت، يعني مش ندمت، انا بحب اجازف. يعني مهنه التدريب، لو انت النهارده هتعيش ان انت هتشتغل في النادي الاهلي بصفه مستمره، يبقى مش هتجازف. انا جازفت دايما، اشتغلت في الشرقيه، واشتغلت في دمنهور، واشتغلت في جمبوريه شين، واشتغلت في بتروجيت مكان في الدرجه الثانيه. يعني اشتغلت. فمهنه التدريب يا كريم لازم تحب المجازفه. انا لما اتعرض على اتحاد الشرطه، رحت. وبالرغم والله العظيم يا كريم، بعد 10 ايام من تولي المسؤوليه، اجتمعت مع اللواء علي شوقي وقلت له رئيس النادي، قلت له الفرقه دي انا بقولها لك مش هتصمد. مش هتصمد في الدوري الممتاز. قال لي ازاي بتقول كده يا كابتن؟ قلت له بقول الامكانيات الفنيه او اللعيبه اللي مشيت عملت هزه كبيره قوي قوي في فرقه اتحاد الشرطه. ايوه، يعني فرقه اتحاد الشرطه مع الكابتن خالد القماشي، ما جبت الاحصائيات، مفيش 32 ماتش ما كسبوش. 32 ماتش معايا ما كسبوش ولا ماتش، اتعادلنا واتغلبنا. ومع الكابتن هاني رمزي نفس الشيء، يعني كمل المشوار بعديه الكابتن هاني رمزي. فدليل ان مش عيب مدير فني، لا، هو الهيكل بتاع الفرقه الفني. مع ان كانوا بيساعدوهم بشتى الطرق. يعني برضه الشرطه الفتره اللي فاتت كابتن فتحي، السنتين اللي فاتوا مشي منهم لعيبه حوالي 20 لعيب. ما انا بقول لك حصل هزه. خالد قمر ومعروف ما حصلش تدعيم بقى بالظبط. يعني ما حصلش تدعيم في الحته دي، لان انا برضه كنت قلت لهم يا جماعه احنا عايزين نجيب لعيبه. وكان في لعيبه يا كريم، لعيبه قلت لهم عايزين نمشي 3-4 لعيبه من اللي موجودين ونجيب بدالهم. هم كلموا وجهه نظر، وهم ليهم احقيه في وجهه نظر. يقول لك يا كابتن احنا هنمشي ناس عقوده سريه هياخدوا الفلوس بتاعتهم، وهنجيب ناس، هنشتري ناس، يبقى هندفع فلوس تاني. ايوه، وميزانيه اتحاد الشرطه مش عاليه قوي في الفتره دي. فطبعا نحترم وجهه نظر، فخلاص. ولكن زي ما قلت لك الامكانيات الفنيه للفرقه ما كانتش تساعد. فاكر الماتش ده كابتن؟ كان
في البدايه عاملين شغل كويس الاهلي، بس المباراه فتحت في الاخر وخسرته 7-2 او 7-3 حاجه كده. ده 7-3. لا بص تلاتة. احنا يعني الماتش ده انا والله العظيم يا كريم الكابتن عصام مدرب حراس المرمى في عصام عبد العظيم، عصام عبد العزيز في مرحله التسخين، واساله ده موجود يعني ربنا يديله الصحه، اساله انا قلت له عصام الجول شكله مش مظبوط بعد ما طلع من التسخين، قلت له شكله كده قلقني. قلت له شكله قلقني الولد، شكله مش مركز يعني، مش في حاجه غريبه، مخطوف بالظبط. قلت له الولد شكله مخطوف. أيوه. قال لي لا يا كابتن ما تقلقش. قلت له يا عصام اسمع كلامي. كنت عايز تغيره قبل الماتش؟ والله والله يعني انت شفته كده حسيت بقى من التسخين اللي هو مش مظبوط. والحظ بقى الجون الثاني كان عنده انفلونزا ساعتها. كنت عايز اغيره لان الشكل العام مهزوز. أيوه. مهزوز وفعلا يعمل لو تيجي ترجع كذا هدف كده كان مسؤول عنه. خمسة أهداف والسادس والسابع بس مش بتوع خمس أهداف، والناس بقى اتهمتني إن أنا سبت الماتش للنادي الأهلي وكلام كلام لا يمكن يحصل طبعا. مش ممكن مهنة التدريب طبعا هتبقى فيها تعاطف مع نادي، استحالة طبعا. طيب لو اتكلمنا على اللعيبة اللي ظهرت بشكل كويس في الدوري وكابتن فتحي مبروك معجب بيهم لغاية دلوقتي بعد 7-8 أسابيع في الدوري، بص وفي ناس انا يمكن شايفها دلوقتي كويسه جدا يعني شايف ناس فعلا. احمد فتحي على سبيل المثال يعني احمد فتحي بالرغم من نشوف الناس تقول لك اصل احمد ومش احمد وكبر ومش احمد فتحي من الناس اللي مستواه الفني كويس جدا. ايوه روحه غير عاديه، روحه القتاليه غير عاديه. ايوه عبد الله السعيد يعني في لعيبه النهارده بتحتفظ فعلا بالشكل بتاعها وادائها وكيانها بتحتفظ بيه. يعني دول كده يعني الزمالك. أيه. الزمالك فيه النهارده علي جبر ما شاء الله كويس جدا. يعني فيه الشناوي حارس المرمى كويس، فيه دونجا النهارده ده طبعا لاعب المقصه اللي انضم للزمالك كويس. يعني في لعيبه النهارده اصبحت مصطفى فتحي النهارده لو برده عاش في تجربه الكره الجماعيه هيكسر الدنيا، هيعلى سواء جاله اصابه كده جاله اصابه مستبعد عن المنتخب، هيعمل عمليه جراحيه. في لعيبه حضرتك تتمناها تنضم للنادي الاهلي؟ هي طبعا انا يمكن برضو ايه كريم لازم الواحد يبقى دايما متابع يعني متابع اللعيب اللي انضم للنادي الاهلي، لان مش اي لعيب هينضم للنادي الاهلي على فكره. لان ساعات كتير قوي بيحصل ايه يا كريم؟ ان لعيب بيجي يلعب ضد النادي الاهلي كويس قوي والنادي الاهلي يصمم على ان الولد ده لازم يبقى في النادي الاهلي. ايوه وتلاقي بعد كده صفقات فاشله ولا بيلعب ولا بيشترك وتلاقي بعد كده. طب يعني لو كلمنا على احمد الشيخ وده مثال، احمد الشيخ في المقصه كسر الدنيا، راح الاهلي ما لعبش، رجع المقصه كسر الدنيا تاني وهداف الدوري. بص انا قعدت مع ايه حاله احمد الشيخ من وجهه نظر حضرتك؟ انا قعدت مع احمد وما كنت مسؤول عن الفرقه، وقعدت مع احمد قلت له يا احمد النادي الاهلي لعيب النادي الاهلي مواصفات. ايوه بغض النظر عن الناحيه الفنيه الروح القتاليه دي بتديك رقم، بتديك النهارده معيار ان انت داخل النهارده منظومه النادي الاهلي، فلازم تبقى النهارده ادائك فيه روح قتاليه عاليه جدا. قلت له تعالى بص مؤمن زكريا، مؤمن النهارده شوف روح القتاليه يعني رمضان صبحي ما كان موجود روح قتاليه. قلت له لازم النهارده تحسس الناس ان انت النهارده بترتدي التيشيرت الاحمر، انت فنيا كويس يعني ما حدش يقدر يقول على حاجه، فنيا كويس ولكن ادائك وروحك لازم تبقى اعلى عشان في لعيبه معاك في نفس مركزك. لان لما بتيجي النهارده هتحط معايير النهارده في اختيار تشكيل هتلاقي مؤمن زكريا ما هو فنيا كويس بس النهارده روح القتاليه وبيأدي دور تقدر تطلبه منه يبقى نمره واحد. أيه. رمضان صبحي 2، وليد سليمان 3، فبتيجي بتحط في الترتيب لان احمد لسه زي ما قلت لك ما دخلش في الاندماج الكامل في منظومه الاهلي ولكن هو لعيب كويس. طب لما يرجع من المقصه للاهلي بعد نهايه الموسم هيقدر يعمل فرق مع النادي الاهلي ويبدا يظهر بشكل كويس عكس المره الاولى؟ التالي التجربه هتعلمه بقى يعني هنا التجربه اللي فاتت هتعلمه ان هو هيرجع هيبقى عنده اراده قويه مركز بقى هيبقى عنده غل بقى يبقى عنده غل. لان سمعت حتى تصريح منه يعني سمعت تصريح منه انه يقول لك انا هرجع للنادي الاهلي وارجع احسن ما كنت وهرجع لمنتخب مصر، عايز ارجع منتخب مصر ادخل منتخب مصر. طيب عايز اخد كابتن فتحي بقى لمنتخب مصر ومباراه غانا اللي انت حضرتك عشت الاجواء دي مع كابتن محمود الجوهري
مش عارف، انا حاسس ان ماتش غانا ده عامل زي ماتش الجزائر. لا هو بص ماتش غانا الناس 89. الناس فيه هاجس 6-1 الماتش اللي اتغلبنا فيه، فكل الناس متخوفه من فرقه غانا. انا اتفرجت على غانا واوغندا، يعني اتفرجت على الماتش حسيت ان فرقه غانا مش هي الفرقه اللي هتقلقك. أي. تقلقك كمنتخب مصر، انا بكلمك بمنتهى الصراحه. اتفرجت على الماتش برضه بس الماتش ده مختلف. ما انا بقول مش حتى الارض كانت وحشه والملعب ما كانش مظبوط، بس معلش ده في ملعبهم، يعني في ملعبهم وفرقه النهارده بتقدر تقول الشكل العام بتاعهم ادائهم. أي. ادائهم مش احسن من منتخب مصر. منتخب مصر احسن بكتير، منتخب مصر احسن بكتير بالرغم ان هو برضه كان بينقصه اسمه جيان طبعا راس حربه واندري ايو اللي رجعوا بقى، دول رجعوا. ما انا معايا القايمه، تيجي نتفرج على القايمه يا كابتن فتحي؟ اتفضل. ممكن تعرضوا لنا القايمه بالاسماء والانديه والصور كده، نستعرض مع بعض قايمه منتخب غانا مع كابتن فتحي مبروك، ونشوف القايمه اللي هتواجه منتخب مصر ان شاء الله في يعني نقرا كده القايمه مع بعض قبل ما زملائي في الاخراج يطلعوا لنا الاسماء. طيب بص يا كابتن، دي قائمه منتخب غانا. رزاق ابراهيم ده حارس كوردوبا الاسباني، حارس مرمى. ادم كواراسي ده حارس مرمى روزنبرج النرويجي. ريتشارد اوفوري بيلعب في نادي اول ستارز الغاني، ده حارس مرمى برضه. دول الثلاثه اللي اختارهم جرانت المدير الفني الاسرائيلي لمنتخب غانا. هاريسون افول طبعا كلنا عارفينه اللي كان بيلعب في الترجي، في الترجي التونسي، وبيلعب دلوقتي في نادي كولومبس كرو الامريكي. اندي بيادوم بيلعب في بارنسلي الانجليزي في الدوري الدرجه الاولى اللي هو مش الممتاز، اللي تحت الممتاز. ده مدافع. بابا رحمن شالكا الالماني. هتلاقي الاسماء الانديه كابتن فتحي بيلعبوا في انديه كبيره في اوروبا. جيفري شلوب ده بيلعب في نادي ليستر سيتي الانجليزي. جون بوي ده من المدافعين الاقوياء جدا وبيلعب في نادي سيفاسي سبور التركي. جوناثان منسا برضو انزي الروسي من جوناثان منسا ده برضو من اللعيبه المميزين جدا في المنتخب الغاني. دانيال امارتي في ليستر سيتي الانجليزي. ادوين جيامي في اورلاندو بايرتس بطل جنوب افريقيا. دول بالنسبه لخط الدفاع. بالنسبه لخط الوسط ايمانويل بادو اللي هو لاعب اودينيز كلنا عارفينه طبعا، بادو لاعب المنتخب الغاني ولاعب نادي اودينيز الايطالي. افري اكوا لاعب تورينو الايطالي. توماس بارتي لاعب اتلتيكو مدريد. مبارك وكاسو طبعا لعيب مميز جدا وكان متعور وخف ورجع وهو بيلعب دلوقتي في نادي باناثينياكوس اليوناني. فرانك اتشيا بونج في اندرلخت البلجيكي. كريستيان اتسو ده برضه لعيب من اللعيبه الجامده قوي في غانا، بيلعب في نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي. الحسن وكاسو ريو اف البرتغالي. وسامول تيتي بيلعب في نادي ليفرينج النمساوي. ده خط الوسط. بالنسبه للمهاجمين رجع تاني جوردن ايو او لا ده جوردن ايو ده اللي هو اخو اندريا جوردن موجود في المنتخب وبيلعب ده لاعب استون فيلا. وعبد المجيد وارس لاعب لوريان الفرنسي. وفي اندريا بقى ايو اللي هو اندريا ايو اخو جوردن ايو كان اندريا متعور الفتره اللي فاتت وستهام ده بيلعب في نادي وستهام والاسبوع اللي فات يوم الاربعاء لعب مباراه كده مع وستهام في كاس تلت ساعه في كاس رابطه الانديه المحترفه في انجلترا، ويعني ممكن يكون جاهز للمباراه القادمه. وفي كمان اسيفوا لاعب سيون السويسري. دي قائمه منتخب غانا وبيغيب بعض اللاعبين زي برنس بوتينج موقوف عن اللعب الدولي، برضو اساماجيان اللي هو قائد المنتخب وهداف الفريق والمهاجم هيغيب، ولاعب اهلي دبي تعور مع نادي اهلي دبي ومش هيلعب الماتش اللي جاي. رايك ايه؟ ماتش صعب انا شايفه مش سهل، ومنتخب اخباره ايه وجهه نظرك؟ حراسه المرمى عندنا مشكله، انا شايف ان عصام الحضري النهارده في ماتش وادي دجله ما كانش موفق، الماتش اللي فات في ماتش الشرقيه شناوي بعيد عن المشاركه مع الزمالك. لا بص يا كابتن كريم، يعني احنا برضو نشتغل بواقعيه شويه. يعني انت مدير فني مستر كوبر وجهازه، انت النهارده بتشتغل على مستويات. ايوه النهارده نمره واحد في حراسه المرمى في مصر انا شايف وجهه نظري شريف اكرامي. الشناوي الشناوي برضو شريف اكرامي دلوقتي يتخطى الحضري واحمد الشناوي. والله طب بناء على ايه؟ على الدوري
ولا المنتخب ماتشات المنتخب؟ لا لا، ما انت النهارده مقاييسك انت بتختار عليه، يعني انت تسيب المحترفين المحترفين خلاص ولكن مقاييس دايما اللعيبه المحليه بتاخدها من الدوري. يعني لو حضرتك مدرب المنتخب مكان مستر كوبر تبدا بشريف اكرامي الماتش الجاي؟ بص هو بس الهاجس اللي بيخوف الناس، اللي بيخوف الناس بترجع للذاكره الماتش 6-1. ده بقى اللي بيقلق، عشان شريف كان بيلعب ماتش 6-1، عشان كان شريف بيلعب الماتش ده، فالناس بتقلق. شريف بيلعب وتعور وخرج ونزل الشناوي ونزل، فالناس بالزبط بتقلق بقى من الحتت دي. ولكن انا شايف شريف في الفتره دي شريف متالق. شريف كان بقاله فتره ما بيلعبش مع المنتخب يا كابتن فتحي. معلش بس مع حالي النهارده شغال في ماتشات النهارده، مش مجازفه ان انت تشيل عصام الحضري اللي هو الحارس الاساسي دلوقتي وتلاعب شريف في ماتش غانا، مش مجازفه. ما احنا بنقول النهارده المقاييس، انا عندي النهارده مقاييس بحطها، مين النهارده الاميز؟ الاميز النهارده هو بقى المدربين بتحسبها على ايه؟ الشناوي اختيري مدرب المنتخب بيحسبها على الاميز في ماتشات المنتخب الاخيره ولا الاميز في الدوري دلوقتي؟ ما هو حسب، يعني حسب بقى النهارده. انا يعني انا وجهه نظري مستر كوبر بيحسبها على ماتشات المنتخب، ماتشات المنتخب، على ماتشات المنتخب. طب عصام الحضر يعني، ما انا بقول لك هو بيحسبها كده، اصل انت بتقول لي رايك، انا قلت لك رايي. انت رايك شريف اكرامي رايي، ولكن مستر كوبر، مستر كوبر لان هو ماشي على سيستم، الناس اللي بيلعبها واللي بيقتنع بيها واللي بتكسب له ماتش هتلعب. يعني هتلعب، يعني وارد جدا عصام الحضر يبتدي. ايوه يعني وارد جدا هيبتدي برضو. لو جينا نتكلم على التشكيله هنا، التشكيل وانت وامك كده خلاص، انا قلت تشكيله امبارح بس حضرتك برضو اعرفها منه. يعني انا بقول لو خلاص عصام ابتدى يبتدي، عمر جابر هيبتدي، علي جابر هيبتدي، احمد حجازي هيبتدي، ايوه محمد عبد الشافي هيبتدي، طارق حامد، النني، النني وطارق حامد. بس لو طارق حامد مش متعور يبقى النني بقى وابراهيم صلاح. شوف انا ليه وجهه نظر ثانيه مختلفه بقى. انت النهارده احمد فتحي، يعني احمد فتحي انت بتلعب ديفندر طبعا، احمد فتحي لعب ديفندر، لعب ديفندر ولعب مساك، ولعب مساك وعنده الخبره. ايوه وفي نفس الوقت موجوده كويس جدا في الحته صح دي صح. ليه انت بتدي النني النهارده حريه على فكره انطلاق، لان النني مش من النوع اللي بيلعب ديفندر ديفندر، لا بيحب دايما يشتغل لقدام، يزيد شوي يزيد لقدام. فانت لازم يبقى عندك واحد في الحته دي يبقى واقف بقى مستني، مسمار، مسمار قوي يقدر يعمل لك حتى فاولات تكتيكيه لو في كونتر اتاك يعني يقدر. طارق حامد والنني، لو مش طارق حامد انا بقول احمد فتحي، احمد فتحي، لان انت حاطط عمر جابر في الجنب اليمين وعندك البديل احمد المحمدي صح. يعني استفاد النهارده باحمد فتحي صح في الحته دي. انا وجهه نظري فكره حلوه جدا، يعني وجهه نظري فكره حلوه، يعني وجهه نظري ان برضو ما باجي احط التشكيله خبره ومجهود كبير، احط التشكيل بحط الحاجات دي في اعتباراتي صح. يعني بحط الحاجات دي، في ناس عندك تبقى جواكر جوكر طبعا، احمد فتحي باك رايت اكتر من مركز، ديفندر، ستوبر، شوف يقدر يدي لك المراكز دي كلها ولعب المراكز دي كلها، ما تقلقش منه يعني ما تقلقش منه. طبعا الخط اللي هيبقى قدام هيبقى انا شايف محمد صلاح، عبد الله السعيد، وتريزيجيه، وباسم مرسي. ده صح التشكيله احنا بنقولها ده يعني، بس فكره احمد فتحي دي جديده، انا يعني محدش فكر فيها، بقول لك وجهه نظري وانا شايفها فكره حلوه قوي طبعا. يعني انت النهارده، ما انت مطالب النهارده ان انت برضو اللعيب اللي بتقدر توظفه ده يبقى موجود. نصايحك ايه لعيبه المنتخب في ماتش مهم زي ده يا كابتن، قدام 60-70 الف متفرج في استاد برج العرب؟ بص انا يعني وجهه نظري اللعيبه دي لازم تبقى نازله واثقه من نفسها جدا وتنسى الماتش بتاع 6-1 عشان أيوة. برضو خلي بالك الذاكره بترجع، لما ترجع لورا الناس هتبقى قلقه شويه. اللعيبه لازم تبقى مركزه، ما تخرجش، ما تبقاش عصبيه، ما تبقاش متوتره، ما تبقاش مستعجله الفوز بدري. ايوه ما تبقاش مستعجله، لان النهارده تكتيكهم والمدير الفني اللي جاي ده كمان النهارده بيلعب منتخب مصر وبيلعب في وسط جماهير، استراتيجيته وتكتيكه النهارده ممكن يضايق منتخب مصر، يعني ممكن يضايق منتخب مصر، ممكن يلعب زون ديفنس يدفع منطقه يقلل المساحات، في المساحات ممكن وارد. فالكلام ده كله النهارده ما يخليش الناس تبقى مستعجله، خليش اللعيبه متوتره. هو طبعا الطابع الغاني ممكن يبقى فيه، ممكن يبقى فيه عنف شويه، اللعيبه لازم تبقى فيه هدوء. الفرصه اللي تجيلنا بقى يعني اضعف الخطوط عندهم خط ظهر، فلازم نستغل الكرات العرضيه دي باي شكل من الاشكال. عشان كده لازم عبد الله السعيد، عبد الله السعيد يعني سيب ان هو بيلعب تحت برسم، عبد الله السعيد يلعب راس حربه تاني يكمل في الهجمه، يكمل وهو بقت عنده الميزه دي كويسه جدا. أيوه. يعني بقت عنده الميزه دي هايله ان عبد الله يبقى مع باسم وداخل طبعا محمد صلاح عشان الاوفرات دي نقدر نستغلها، ما يبقاش باسم بس اللي موجود. منتخب مصر بقوامه الحالي بلعبته بجهازه الفني عندهم القدره على الوصول لكاس العالم يا كابتن؟ انا متفائل جدا ان يوصلوا ان شاء الله. يعني تعالى بص لمجموعتك برضو، انت دلوقتي كسبان الكونغو، أيوة. غانا المنافس اتعادل مع اوغندا،
وانت لسه برضو عندك ماتشين. انا بقول ان منتخب مصر ان شاء الله هيوصل لكاس العالم. الذكريات الحلوه بقى نرجع ليها تاني من سنه 90 ما وصلناش. فاكيد لما بتشوف اللقطات دي بتفرح يا كابتن فتحي زينا زي المصريين كلهم. دي حاجه بتعتبر يمكن انجاز في تاريخك كمدير فني او كمدرب. ايوه ان انت بتوصل كاس العالم 90 وبتوصل وبتلعب ضد هولندا وانجلترا وايرلندا وكفايه قوي ان انت الناس كلها متذكره كاس العالم 90. طب. يعني يقول لك الجهاز الفني كان الكابتن جوري الله يرحمه فتحي مبروك. الناس دي الواحد بيبقى في منتهى السعاده ان الواحد بيشوف حتى لقطه حلوه زي كده وهو قاعد بقى على الدكه بتبقى لقطات جميله. لقطات جميله وجول مجدي عبد الغني طبعا اللي لحد دلوقتي بيسمع مع الناس. طيب كابتن فتحي مبروك، هل في عروض للكابتن فتحي مبروك او الخطوه القادمه ايه الكابتن؟ والله بص يا كريم انا يمكن مش عايز اقول لك انا متاثر جدا جدا. ليه؟ ما اعرفش يعني تحس ان مش مبسوط يعني؟ مش مبسوط يعني في ما انا اشتغلت في التدريب واشتغلت وخبرتي كويسه جدا جدا الحمد لله، ولكن ساعات بتجي لك عروض ما بتناسبش. يعني جه عروض ما ناسبتش يعني مناسبه لحضرتك. نصر التعدين كلمه. نصر التعدين كلمه صح حضرتك من اسماء المرشحين. نصر التعدين كلموني ولكن زي ما قلت لك التقدير تقدير برضو المدير الفني ما تبقى رايح متقدر بتبقى بتجد ارتياح نفسي. امكانيات صعبه شويه هناك؟ والله انا شايف الامكانيات كويسه عندهم يعني الشركه. امال ايه التقدير اللي حضرتك متضايق؟ لا كان يمكن التقدير المادي ما كانش مناسب. كانش مناسب. ما كانش مناسب. كابتن اسامه عربي تولى والنهارده يعني تولى واول مره يعني النهارده اول فوز. على فكره فرقه نصر التعدين كويسه والله. والله العظيم فرقه كويسه جدا. بس يعني كانت بتلعب غلط ممكن او فرقه كويسه وعندهم ناس فراوده كمان سرعه جدا جدا. عندهم عبد العزيز امام ورمضان ربيع. عبد العزيز امام يعني عبد العزيز امام ده محرك الفرقه بالظبط. كان في بتروجيت قبل كده وكان كويس جدا. هم الفرقه بقول لك فرقه كويسه. يعني فرقه كويسه. انا حتى اما الناس كلموني قلت لهم والله الفرقه دي كويسه بس محتاجه عايزه التنظيم كده برضو تبقى فرقه كويسه. طيب كابتن فتحي حضرتك مستمر معانا، كنت دايما بعمل انا فقره في الممتاز به كل يوم بناخد مجموعه، فبدل ما نتنقل للديكور التاني وكده ناخدها مع بعض، ايه رايك؟ اتفضل. نتفرج على ماتشات الممتاز به. امبارح خدنا مجموعه الصعيد، النهارده هنتكلم على المجموعه الثانيه اللي هي مجموعه القاهره والقناه، نشوف النتائج كده مع بعض ونستعرض ونستفيد بوجود حضرتك. انا لعبت ضد حضرتك قبل كده في الممتاز بيه. الممتاز بيه لما حضرتك كنت بتلعب كنت ماسك بتروجيت وانا كنت بلعب في المقاولين. طيب دي نتائج الجوله الرابعه الاسبوع الرابع من بطوله الممتاز بيه للمجموعه الثانيه، مجموعه قويه جدا يا كابتن فتحي. القاهره والقناه فيها طبعا فرق القاهره والقناه. النهارده منتخب السويس فاز على الزرقاء 1-0 وتصدر المجموعه. كوكا كولا فاز على الشرقيه الدخان 1-0. مصر اتصالات فوز على القناه 3-1. البنك الاهلي والسيراميكا المباراه كانت قويه جدا على ملعب البنك الاهلي وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. المريخ ونجوم المستقبل 2-2، كان نجوم المستقبل كسبان 2-0 في الشوط الاول وبعدين المريخ اتعادل 2-2 في الشوط الثاني. النصر فاز على جمهوريه شبين 1-0. اف سي مصر فوز كبير على السكه الحديد 3-0. والشهداء ودمياط 1-1، الترسانه واتحاد الشرطه 1-1، والنهارده كابتن ياسر رضوان استقال من تدريب نادي نجوم المستقبل في مجموعه القاهره والقناه. ده لسه بادئ. خلينا خلي الترتيب بعد الاهداف. طيب ده الترتيب، ترتيب المجموعه الثانيه. الاتصالات في المركز الاول 9 نقاط، منتخب السويس في المركز الاول 9 نقاط، نجوم المستقبل المركز الثالث 8 نقاط، سيراميكا المركز الرابع 7 نقاط، بس السيراميكا كان في مباراه باي فلسه ليه مباراه اقل. البنك الاهلي المركز الرابع، المركز الخامس ب7 نقاط، نادي اف سي مصر في المركز السادس 7 نقاط، النصر السابع 7 نقاط، الشرطه الثامن 7 نقاط. بص المنافسه صعبه ازاي يا كابتن فتحي؟ حاجه غريبه. 9 فرق بينافسوا. اتحاد الشرطه الثامن 7 نقاط، السكه الحديد التاسع 7 نقاط، الكهرباء الاسماعيليه العاشر 5 نقاط. فرق قريب جدا ما بين الاول والعاشر. بنطين. المريخ في المركز ال 11 5 نقاط، كوكاكولا المركز ال 12 4 نقاط، الترسانه ال 13 3 نقاط، الشهداء ال 14 3 نقاط، دمياط ال 15 نقطتين، القناه 16 نقطتين، الزرقاء ال 17 نقطه، والشرقيه الدخان ال 18 نقطه، وجمهوريه شبين في المركز الاخير المركز ال 19 نقطه. خلينا نشوف اهداف المجموعه، الماتشات كلها اللي اتلعبت. دي مباراة النهاردة،
الزرقاء ومنتخب السويس، وقدر منتخب السويس يفوز بالهدف من ضربه حره مباشره عن طريق محمود جمعه. كان ذكي جدا وحط الكره في الزاويه القريبه من وسط الحيطه، وفاز نادي منتخب السويس بقياده الكابتن خالد جلال بالمباراه دي بالهدف ده. يعني شايف ان طبعا منتخب السويس له باع كبير في الدوري حتى قبل كده، وكان شغال في الدوري ممتاز، كونه انه يكسب مباراه زي كده وفي السويس طبعا دي حقه. أيوة. وهدف زي ما انت شايف كده كريم، هدف يمكن كويس، في ذكاء طبعا من محمود جمعه ان يسجل هدف زي كده. بالظبط، دي مباراه كوكاكولا والشرقيه الدخان، وانتهت 1-0 لصالح فريق كوكاكولا. اللاعب الاحرز الهدف اسمه كانو، بص هو شبه كانو اهو. كانو المباراه دي اتلعبت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، كانو اللي احرز الهدف. مباراة الثالثه المصريه اتصالات والقناه، وفوز كبير للمصريه اتصالات 3-1. يعني برضو غريبا القناه برضو كان لها باع في الدوري الممتاز، القناه غلب من الفرق المميزه وفرق من الفرق اللي كانت تتصعد. بالظبط، ده الهدف الاول للقناه عن طريق محمد علي من ضربه جزاء، تقدم نادي القناه 1-0. وبعدين المصريه اتصالات اتعادلوا بهدف محمد ياسر، طبعا خطا حارس المرمى، الكره دي اوفسايد، ينفع ترجعها لنا يا محمد؟ ما هو شوف، بص بص رد فعل الحارس المرمى، مش عارف، حاسس ان الكره دي راح أوفسايد. يجري على اللاين زمان. لا يعني ترجعت اهو، يعني راح يجري كده مع بعض، جري على اللاين زمان، رد اول رد فعل حارس المرمى، يعني دليل ان الكره فيها شك. هنشوفها كده تاني، في واحد مغطي جوه ال 18 هناك لابس ازرق، والكره اتلعبت. خلينا كده كمل كده، لا مش اوف سايد، ان في واحد مغطي هناك يا كابتن، شايف الازرق اللي مغطي هناك، في واحد هناك ناحيه الشمال. شفته لا مش اوف سايد، مش اوف سايد، لا ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه، ده هدف محمد ياسر، هدف التعادل المصري اتصالات. وبعدين ضربه جزاء لصالح المصري اتصالات، طبعا الكره جت في ايد مدافع القناه احمد فاروق، الهدف الثاني المصري اتصالات. لا بس القناه برضو كده، ده الماتش اللي فات خسروا كمان البنك الاهلي. لا ما في انديه، لو جيت بصيت لها، لو جيت بصيت لها النهارده جمهوريه تشيبين ترسانة، يعني فرق كان ليها بقى في الدوري الممتاز، وشوف النهارده تلاقي ترتيبهم في المؤخره. ده الهدف الثالث للمصريه اتصالات محمد ياسر، وهدف برضو حلو قوي، ده حلو، ده الزاويه البعيد، ده من احلى الاهداف. ده مباراه البنك الاهلي وسيراميكا في ملعب البنك الاهلي، ملعب حلو قوي من النجيل الصناعي، ولكن مباراة انتهت 0-0. كانت مباراة قوية جدا، والسنة دي الفرقتين عاملين نتائج كويسة قوي يا كابتن فتحي، البنك الأهلي والسيراميكا، عاملين نتائج كويسة قوي. بس هما برضو خلي بالك الفرق دي يا كريم بتبقى دايما يعني سوري معلش ما حدش محلها، هي القسم الثاني، القسم الثاني مفيش والله، لا عاملين فرق كويسه، مفيش وعندهم امكانيات ماديه كويسه كمان. ما هم فين الدوافع؟ يعني برضو عشان تطلع ممتاز دي بيبقى عندك دوافع وعندك امكانيات فنيه وماديه وكله. ايوه يعني في بيرتضي ان هو موجود كده. مباراه سيراميكا والبنك الاهلي 0-0 في ملعب البنك الاهلي، عاملين بصراحه طفره انشائيه نادي البنك الاهلي، بروح العب خماسي هناك يا كابتن فتحي، عاملين ملاعب كره خماسيه حلوه قوي، وحمامات سباحه، وملعب النجيل الصناعي، الملعب الكبير ده، الملعب الكبير ده، ده الملعب الرئيسي، ده الملعب الرئيسي اللي كان عندهم، كان نجيله طبيعيه، وكان نجيله طبيعيه، غيروه بقى نجيل صناعي، بالتالي يبقى احسن كده بكتير. لا وعاملين اللي هو النيو جينيريشن، الجيل الجديد من النجيل الصناعي، يعني رائع رائع، قريب من النجيل الطبيعي. بالظبط. طيب دي المباراه دي انتهت 0-0، خلينا نروح للمباراه اللي بعديها، مباراه النصر وجمهوريه شبين. النصر وجمهوريه شبين، النصر 1-0 في ملعب النصر. ملعب النصر والنصر لا دي مباراه المريخ ونجوم المستقبل، المريخ ونجوم المستقبل، مباراه المريخ ونجوم المستقبل الاول 2-2. وتقدم نادي نجوم المستقبل عن طريق ايمن غباشي، وكابتن ياسر رضوان استقال، بيقول ان في تدخل من الاستاذ محمد الطويله رئيس النادي في التشكيل وفي يعني
متضايق، مع ان انا شايف ترتيبهم كويس في الجدول. يعني ترتيبه الثالث او الرابع في الجدول لو تيجي تبص لترتيب النجوم الثالث على طول فرق نقطه. الثالث وفرق نقطه. ما هو انا اللي كنت بستغرب له ليه كابتن، ليه كابتن ياسر بص الهدف ده كابتن علي شوقي، ضربه راسيه رائعه في الزاويه البعيده، علي غباشي ايمن غباشي وعلي شوقي الهدف الثاني. في الشوط الثاني بقى نجوم الفريق المريخ اتعادل، جاب هدفين، ده الهدف الاول، جاب الهدف الاول احمد عبد الرازق. يعني بص الراجل احمد عبد الرازق في وسط اربعه من الدفاع، في وسط اربعه لو تيجي تبص الصوره اتحرك كويس، اتحرك كويس يعني في وسط اربعه. طب فين الناس اللي موجوده دي في الدفاع؟ احمد مش مركزه برضو. بص وده الهدف التعادل. لاعب النجوم المستقبل اسمه اسلام طارق احرزها خطا في مرماه، جه يطلع الكوره جت في دماغه، جت في راسه وراحت في الزاويه البعيده، فيها يعني فيها توفيق جامد قوي للفريق المريخ. بص مباراه النصر وجمهوريه شبين، النصر وجمهوريه شبين 1-0 النصر، 1-0 النصر في ملعب النصر في مصر الجديد، ملعب حلو برضه، ملعب حلو. وفرقه النصر على فكره كانت من الفرق الكويسه، كانت من الفرق الكويسه برضه، لو هو احتفظ بكام فرقته بتاعت السنه اللي فاتت ما كانت في الدوري الممتاز فرقه كويسه. لا هم باعوا بعض اللعيبه ودعموا بعض اللعيبه من القسم الثاني. كابتن سيد عيد مدرب كويس، ويعني فرقته هو منسجم ومتعود على فريق. دي ضربه جزاء يا كابتن، كره جت في ايد مدافع نادي جمهوريه شبين، صدها حارس المرمى، صدها حارس المرمى واتعمل فول وسجل منها، ورجعت لمحمد سعيد سجل منها الهدف الفوز، ده هدف المباراه الوحيد. صدت ورجعت تاني لنفس اللاعب واحرزها محمد سعيد. مباراه السكه الحديد واف سي مصر، وفوز فريق اف سي مصر 3-0 كتير قوي، كتير طبعا. الماتش اللي فات السكه كسبان اتحاد الشرطه 2-1، يعني دي مفاجاه، ده يوسف حسن اللي احرز الهدف الاول. ما دي مفاجاه يعني، ربنا برضو يكون في عون الكابتن خالد بيبو، لان انا عارف ان الكابتن خالد بيبو هو اللي ماسك مدير فني ماسك السكه الحديد، كابتن عبد الناصر محمد ماسك الاف سي مصر. اف سي مصر يعني ربنا يكون في عونه، لان اول تجربه ليه على فكره برضه بتبقى صعبة جدا. بالزبط. جدا بالظبط، ناس بتتأمل في حاجات كتير جدا، والهزيمة النهارده دي برضه هزيمة يمكن تقيلة شوية. ده أسامة إبراهيم اللي أحرز الهدف الثاني للفريق اف سي مصر. خلي بالك كابتن الدوري الممتاز بيه، أنت هتكسب وهتخسر يعني هو ماشي كويس كابتن خالد قبل الماتش ده، بس في فرق بتبقى خلاص بقى النهارده عندها دوافع، بتكسب عشان تستمر. يعني السكة مش بعيد، السكة سبع نقاط، سبع نقاط. ما أنا بقول لك كويسين مش وحشين يعني، والأول تسعة. أنا بقول الهزيمة تقيلة، ثلاثة كتير. بالظبط. الهدف الثالث عبد الفتاح الاغا اللاعب السوري، اللاعب السوري كان بيلعب في وادي دجله والجونه قبل كده، انضم لفريق اف سي مصر. مع ان عبد الفتاح الاغا لعيب كويس جدا، لعيب كويس يعني بس كبر في السن شويه. يعني هو طبيعته هداف على فكره. بالظبط، طبيعته هداف. مباراه الشهداء، الشهداء ودمياط، ودمياط في ملعب الشهداء في اسماعيليه، دي حلوه قوي، جول حلو. فريق دمياط تقدم، اللي لابس تيشيرت ازرق ده دمياط، ده حلو. سيد شعبان اللي احرز الهدف الاول، جاب جول حلو بصراحه. على فكره يا كابتن انت حضرتك عارف طبعا ودربت ممتاز بيه، وان معظم لعيبه الممتاز بيه دي كلهم بقوا نجوم دلوقتي في منتخب مصر. يعني دايما النجوم بتطلع من الممتاز بيه، الممتاز بيه طبعا، لان خلاص هو بيوصل لنادي، نادي في الممتاز، والممتاز خلاص بيلمعه وبيبقى النهارده مشهور واعلاميا وكله. فالنهارده بينضم لمنتخب مصر. ده احمد انور لاعب الشهداء، وهدف التعادل من ضربه راسيه احمد انور. فاول ناحيه الشمال، اترفعت حلوه قوي، الارتفاع كويس قوي، وطلع احمد انور من الدور العاشر، طلع عملها حلو فعلا. حطها حلو قوي. مباراه الترسانه واتحاد الشرطه في ملعب الترسانه، بص ملعب الترسانه بقى حلو ازاي، حلو قوي، اتوضب والنجيله بقت جميله، ما شاء الله بقى جميل، حاجه رائعه يعني. حتى بص اللون بتاع ده الهدف الاول لاتحاد الشرطه، احمد عجله، احمد عجله، احمد عجله احرز الهدف الاول لاتحاد الشرطه. ما كانش موجود ده ساعه ما كنت انا موجود، ده لا لسه جديد شكله. وانت عارف ان حصل تغيير في الجهاز الفني، كابتن علي ماهر رحل عن الترسانة. ومسك كابتن هشام زكريا، هشام زكريا مسك الترسانة، ومعاك كابتن حسين شكري. ده هدف معلش الهدف الاخراني ده بس نتكلم عليه، هدف الترسانة. الترسانة تعادل عن طريق ماهر العشري،
لهدف التعادل للترسانة في الشوط الثاني ماهر العشري، وانتهت المباراة 1-1 وبيتصدر زي ما شفنا في الترتيب الاتصالات في المركز الأول. ده هدف الترسانة، ماهر العشري برضو ضربة رأسية قطع من على الزاوية القريبة كابتن وحطها في الزاوية البعيد، يدوبك لمسها بس في الزاوية البعيد. بس غريبة قوي دي في الزحمة. لا بعيد بعيد يعني، بعيد قوي يعني، ازاي تبقى بص قطع كويس يعني قطع كويس. بكره ان شاء الله بقى ناخد ماتشات المجموعه الثالثه اللي هي مجموعه اسكندريه وبحري باذن الله. تالي المجموعه دي اقوى بتاعت اسكندريه وبحري. اسكندريه فيها المنصوره والبلديه وغزل المحله وفاركو وكفر الشيخ والاولمبي ابو قير الاسمده، مش كده؟ وكل ابو قير الاسمده السنه دي نزلوا فيها دمنهور والرقاء، انا ارضي في جامده جدا. المجموعه دي قويه جدا، يا مجموعه قويه بالظبط. معانا كمان مباراه بيروت والفيوم اتلعبت النهارده في ملعب بيروت وانتهت 1-1 من مجموعه الصعيد، المجموعه الاولى مجموعه الصعيد. المباراه دي اتلعبت النهارده، ف برضه نشوف الله ايه الهدف الحلو ده. حلو الهدف، انا عايز اسم اللعيب ده. ايه الهدف الحلو ده؟ لا بصراحه حلوه. بس تعالى بص كريم، كل الاهداف اعتقد ده فريق الفيوم لابس تيشيرت كل الأخر. الاهداف اللي بتيجي بص يا كابتن، هدف حلو قوي قوي. وده هدف التعادل لديروت 1-1. يا لا الجول بتاع حقيقي هدف حلو قوي، هدف الفيوم حلو قوي قوي يعني. الولد بنقعد نجيب كل حاجه. لا ده كده دوري ممتاز الف ودوري ممتاز ب واخبار وعالمي لا ما هو الناس دايما ليه تحب قناه، تحب الكوره وتحب الكوره وتحب قناه النهارده عشان بتجيب لها الحاجات دي بالظبط. الناس دايما مش كل واحد النهارده عايز يتفرج على الدوري الممتاز. النهارده في ناس متشوقه ان هي تعرف الدوري الدرجه الثانيه ومجموعه القاهره ومجموعه بحري وايه اللي بيدور بالظبط. فانت النهارده بتخلي الناس فعلا بتبقى مشدوده لقناه النهار وكوره كل يوم وبرنامج جميل ده عشان الناس تبقى عارفه كل حاجه عن الكوره المصريه. اللي جاب الجون بتاع الفيوم اسمه شعبان كمال، لاعب الفيوم شعبان كمال لا عملها حلو بصراحه، هدف حلو قوي زي هدف جنش كده. في واللي تعادل لديروت حسين يحيى. ماشي يا عم شعبان، الباك ورد والحاجات الحلوه دي عايزين نشوفها تاني ان شاء الله. شرفتنا يا كابتن فتحي، ربنا يخليك كريم، وانا سعيد باللقاء الجميل الله ده. الله يخليك كابتن، وان شاء الله تمنياتي كده دايما لقناه النهار وبرنامج كل يوم كوره الله يخليك يزدهر ان شاء الله ويخلي الناس تستمتع بالدوري الممتاز ودوري الدرجه الثانيه وكله ان شاء الله. الله يخليك كابتن فتحي، نورتنا، بنتمنى لك دايما التوفيق. شكرا كريم، الله يخليك كابتن فتحي. شكرا جزيلا. نشكر طبعا فريق العمل كله النهارده، ايهاب الخطيب وعمر الايوبي وحسام علي. معلش باذنك يعني، مجموعه العمل الجميله اللي قدمت لنا حاجات كويسه جدا، وجبه جميله الاهداف، وجبه جميله لحتى التقرير اللي قبل ما انا عايز اقول الفريق كله، الفريق كله ما خدوش حقهم لغايه دلوقتي. عمر الايوبي وايهاب الخطيب رؤساء التحرير، حسام علي، احمد توفيق، حاتم رضا، احمد طارق، رضا بالراحه عليا كده عشان اظبط، احمد عبد العال، محمد الدكر، رضوى امجد، مين تاني في الاعداد؟ ده فريق اعداد جامد جدا يعني، فريق كوره منتخب مصر. وفي الاخراج طبعا محمد ابراهيم، لسه الاسماء عشان لسه جداد فانا عارف محمد ابراهيم طبعا بشكره، مخرجنا، بشكر كمان محمد فهمي في الانتاج وكل طاقم العمل في كوره كل يوم يعني، محمد سمير طبعا السينيور بروديوسر بتاعنا في القناه عامل لنا شغل جامد جدا، بشكرهم، بشكر كل المسؤولين في قناه، المصور بيعمل لي ورا كده كمان، المصورين كلهم كمان بشكرهم شكرا جزيلا. بشكر كابتن فتحي مبروك، ونتقابل بكره ان شاء الله الساعه 11. بكره هيكون عندنا ماتشات الممتاز الف، ماتشات الزمالك والمصري. بسرعه كده اخد توقعاتك الماتشات بكره قبل ما نختم. الزمالك والمصري بكره مين يكسب؟ الزمالك هيكسب، يكسب المصري، يكسب 1-0. الاهلي وطنطا، الاهلي وطنطا، الاهلي يكسب، مش عايز اقول لك ممكن يكسب هيفي سكور والله. كان المصري كسب طنطا 4-0. الاسماعيلي وامبي، الاسماعيلي وامبي 1-1 الاسماعيليه طلع الجيش وبتروجيت، بتروجيتو طلع الجيش في السويس. انا برضو شايف الماتش ده تعادل، ممكن يخش في 1-1. تمام، هنشوف بقى الحاجات دي بكره كده ان شاء الله. نشوف توقعات كابتن فتحي مبروك. وانت برضو على فكره بسال، اسال سامي الشيشيني واسال شادي في الراديو. بشكرك كابتن فتحي، بشكر كل المشاهدين اللي تابعونا النهارده، وبكره ان شاء الله استنونا مع حلقه جديده من كوره كل يوم الساعه 11 بالليل باذن الله.